السلام عليكم. اليوم نروحو نشوفو التقييم تاع الجامعات في دول إفريقيا، وكذلك سوف نقيموها بالنسبة لدول العالم. وهنا عندنا يونيفرسيتي وورلد نيوز، إذن مجلة وكالة اللي تهتم بالجامعات في العالم، وعندنا ترتيب نتاع دول العالم. اذا هنا في الميتين احسن 200 جامعة، وهنا نروح نشوف الترتيب هذا. اذا بلي فيه تحسن نتاع الجامعات بصفة عامة في الترتيب، ونشوف الترتيب لكل دولة. هنا نشوف بانه في الدول الافريقية المرتبة الأولى تعود إلى مصر اللي عندها 28 جامعة دخلت في الكلاسمون، يعني دخلت في الترتيب نتاع يعني الجامعات العالمية. نشوف أنه الجزائر عندها 23 في المرتبة الثانية إفريقيا، ثم نيجيريا ب 15 جامعة، وجنوب افريقيا ب 12 جامعة، ثم تأتي موروكو الصغيرة ب 11 جامعة، يعني اقل من نصف العدد نتاع الجامعات مقارنة بالعدد الموجود في الجزائر اللي هو 23 جامعة، ثم تأتي تونس ب 8 جامعات، وغانا الى يعني الدول يعني هذه اللي جاية في ذيل الترتيب. إذن هذا دليل آخر على المستوى نتاع الجامعات الجزائرية مقارنة بالعالم، وكذلك مقارنة بدول الجوار اللي يظلوا يصدعونا بالبروباغندا تاعهم والكلام الفارغ. إذن هذا مرة أخرى جواب للأبواق تاع المخزن اللي يعني في كل المقارنات، في كل التقييمات، في كل الترتيبات اللي تتم من طرف المؤسسات الدولية يعني بواسطة يعني خبراء، كاين خبراء في هذه المجالات تاع الجامعات والتنمية والبشرية، وكذلك في ميدان الصحة، ولا كل هذه المؤسسات الدولية تضع مملكة موروكو في المؤخرة دائما وأبدا. ما شفتش أنا ولا مرة في أي ميدان وفي أي سنة هذه التقارير تخرج، يعني كل سنة كما الترتيب في كرة القدم يخرج كل سنة كل شهر الترتيب، يعني في هذه الميادين يخرج كل سنة فيه تقرير يعطينا يعني الترتيب تاع الجامعات. اذا هنا مرة اخرى الترتيب هذا يضع مملكة 12 قرن في ذيل الترتيب. وقبل ما نغلق الفيديو هذا نزيد نأكد نقطة واحدة اخرى، هي وانه الفيديو هذا او التقرير هذا تم يعني نشره في 28 سبتمبر 2023، يعني عنده اليوم نشر في 28 سبتمبر 2023، يعني هذا اخر تقرير عن مستوى يعني التعليم العالي في الجامعات في دول افريقيا. إذن هذا هو، وإحنا نبقى على العهد باقون في الدفاع عن بلدنا وعن مكانة بلدنا، وما نقبلش كل هذه الحملات نتاع التشويه نتاع الصورة تاع الجزائر، لن نقبل بها، ونبقى ندافع عليها بالحجة والحجة الدامغة وبالدليل وبالتقارير الدولية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.